انا بس ايه ما دخلت الاي بي اس ده برانش ما يعلم بالله ربنا يعني. بس انا استحضرني مره الدكتور احمد اكيد فاكرها، انا قعدت فتره لغايه ما سمعت الدكتور احمد بيشرح، وفاكره اني علقت له تعليق مع اول مره بيشرح فيها، قلت ان الاي بي اس ده صعب عشان لسه ما سمعتوش احمد الضماطي، لانه بجد والله هو بيودينا في حته تانية. الاي بي اس ده بيخليه ميه، فربنا معاك. يعني this is so humbling، يعني I thank you so much، بس أكيد ده overestimate. كتر خيركم يعني، بشكركم جميعا. أنا أولا بشكر الأساتذة والزملاء على دعوتي لمستشفى منع التعليم، وأخص بالذكر دكتورة أمل اللي احنا يعني فخورين وسعداء بيها ومستنين منها الكثير، يعني على صعيد خدمة المرضى هنا في الأليوبية وعلى صعيد تعليم شباب الأطباء. دكتورة أمل طلبت مني أكلم حضراتكم على when to pace and when not to pace، وده كان موضوع صراحة أنا ما حضرتوش قبل كده، سنس إن أنا ما بحضرش أصلاً موضوعات كتير في البيسينج، إنما حتى في البيسينج هو برضو موضوع مش common، ولما حبيت أترجمه لحاجة بالطب يعني رسمي لقيت إن ده أكتر حاجة هتفيد فيه هو الكلاس 2B indications of the guidelines، يعني ايه الكلينيكال سيناريوز اللي هتبقى كونتروفيرشال، وكلنا غالبا لو احنا 10 يمكن 6 هيقولوا اه و4 هيقولوا لا وهكذا. فالكلينيكال سيناريوز اللي انا هوري لحضراتكم دي حاجات كلها مستوحاه من احداث حقيقيه، فاتمنى ان انتوا تقولوا لي رايكم فيها. فمفيش رايت انسر ومفيش رونج انسر، ففيل فري تو سي what you will do or what you will think people will do in these clinical scenarios. Okay, let's start. So the objective is to clarify controversial pacing indications in the following clinical scenarios. And I picked four, maybe there are two more, we can mention them later. Sinus node dysfunction, atrioventricular block, fascicular and bundle branch block, وريفلكس سينكوبي. دي من اشهر الحاجات اللي ممكن يبقى فيها كونتروفيرسي، والكلينيكال سيناريوز دول والانديكيشنز يعني بيزد على الجايد لاينز اللي كانت ببلشد في 2021، البيسنج جايد لاينز، يوروبيان جايد لاينز. ف ليتس ستارت. سو ذس از مستر اتش جي او مس اتش جي، شي از 30 يير اولد فيميل بيشنت هو بريزنتد وذ فاتيج اند شورتنس اوف بريث that is not necessarily related to exertion. Her body mass index is 30. The blood pressure is 110 over 70. Hemoglobin is 12. Her ECG showed sinus bradycardia at a rate of 50 beats per minute. She had a normal echocardiography. Her Holter monitor showed an average heart rate in the 50s. The lowest heart rate was 35, and that was during expected sleep hours. And the highest heart rate was 150 beats per minute. There was there were occasional pauses. The longest pause was 3.5 seconds and it occurred during sleep. And she was advised to have a pacemaker and she is coming seeking a second opinion. And the question is, do you put a pacemaker or would you not put a pacemaker? Who would vote for putting a pacemaker? Would vote for not putting a pacemaker. Okay. طيب الماجوريتي بتقول no pacemaker. انا ما اظنش في حد رافع خالص في pacemaker، صح كده؟ طيب حد يحب يقول لي وجهه نظره ليه ما نحطش pacemaker في السيناريو ده؟ دي عيانه بتشتكي، دي عيانه عندها فاتيج وشورتنس اوف بريث ذات از نوت نيسيسيرلي ريليتد تو اكزرشن، والهارت ريت البيز لاين بتاعها في الخمسينات، اكيد ده مش طبيعي. فليه كنتوا مجمعين بحماس ان احنا ما نحطش بيس ميكر؟ سوري؟ سليب ستادي. بس دي البادي ماس اندكس بتاعها ما هوش عالي، يعني اجاس عالي. انما that's a good idea. طب السليب ستادي نورمال. السيمتومز نوت ريليتد. دي نقطة مهمة جدا. دي نقطة مهمة جدا. ان انت when you consider sinus node dysfunction you have to have clear symptom rhythm correlation.
صح؟ لاني باختصار كلنا شفنا العيانة دي في عيادتنا مش مرة ولا اتنين، ده كتير. والسواد الاعظم بيبقى من المرضى دول البراديكارديال مايلد دي، يا اما مشاركة بدرجة قليلة يا اما مش مشاركة اصلا في هير سيمتومز. فانت ما عندكش كلير جاستيفيكيشن، على الرغم من ان يمكن تكون البراديكارديال مايلد دي مشاركة، بس ديفنتلي مش هي السبب في كل الاحوال، ولو كانت هي السبب مش هتبقى مسؤولة عن كل الاعراض. فانت يكود اند اب putting a pacemaker هنا، انما المريض ما يستفيدش. تمام؟ طيب what would you do for this patient؟ I'd probably try to ask her to reduce her body mass index as much as she can. I probably would do an ambulatory blood pressure monitoring and see if her blood pressure drops more. لاني دايما ال well-being المرتبط بالاعراض دي بيبقى جزء منه الهايبوتنشن وجزء منه البراديكارديا. فلو انت عندك فاكتور تقدر تصلحه بإما increased fluid intake، يا إما elastic stocking، يا إما perhaps فلودروكورتيزون أو ألفا أجونست زي الميدودرين وكده، تقدر تشيل فاكتور من الفاكتورز دي فتقوم تطلع عيانك من الباد لايف ستايل اللي هو عايشه. إنما الأكيد إن الهارت ريت of 50 that accelerates to 150 and a pause of 3-4.5 millisecond will not affect her mortality or morbidity and thus you're only treating her for symptom relief. اوكي؟ طيب احنا هاي لان احنا متفقين على السيناريو ده، مش كل العيانة هتيجي بالمواصفات دي هتركب pace maker. Pacing may be considered, may be considered when symptoms are likely to be due to bradycardia، زي ما احنا في السيناريو ده. When the evidence is not conclusive، يعني مفيش hard evidence ان اعراضها كلها بسبب البراديكارديا، فده class 2B indication. معظم الناس does not vote for putting in a pacemaker in this case. Okay. So this lady is Mrs. MP. 56-year-old female patient who presented with fatigue and shortness of breath and headache. Her body mass index is 42. Her blood pressure is 150 over 90. Hemoglobin is 14. ECG showed normal sinus rhythm at a rate of 90 beats per minute. Normal echocardiography, Holter monitor showed an average heart rate in the 70s. The lowest heart rate was 30 beats per minute during expected sleep hours, and the highest was 140. But contrary to the first scenario, she had frequent pauses. And the longest pause was 6 seconds, and that was during sleep. She was advised to have a pacemaker, and she is seeking a second opinion. Sleep study المرة دي، صح. So in a raise of hands, who would put a pacemaker for a patient who has 6 second pause? Be careful, 6 seconds. هتستنى ايه اكتر من كده؟ No one. Who wouldn't put a pacemaker? Everybody. Okay. صح. الكلينيكال سيناريو ده بقى هو الكلينيكال سيناريو التيبيكال لعيان عنده obstructive sleep apnea. يعني عيان يجي لك وهو عنده فتيج وشورتنس اوف بريث وهيديك. المورنينج هيديك دي حاجه كاركترستيك للعيانين اللي عندهم obstructive sleep apnea، وبيجي لهم هايبرتنشن، وبيجي لهم daylight somnolence، فتلاقيه بينام كده، صح؟ فالعيانين دول اللي بيجيلهم بوزس طويله اثناء النوم والبادي ماس اندكس بتاعتهم بالمواصفات دي وعندهم شورت نيك وكذا، تشك ان هم عندهم اوبستراكتيف سليب ابنيا. والنكست جود موف از تو دو ا سليب تيست اند بروبابلي بوت هير اون ا سي باب ماسك. اوكي؟ دونت بوت ا بيس ميكر. This is a real life patient. I have seen patients like this who were advised to have a pacemaker. انا ما بقراش، هو يقولوا لي الساتوريشن بينزل وكذا، قالت لك تعملي ايه؟ سي باب بس. I send them to someone trustworthy. بس ده كل اللي انا بعمله. So pacing is not recommended in patients with the bradyarrhythmia related to sinus node dysfunction is asymptomatic or due to a transient cause or reversible cause. ده يصنف transient or reversible cause
تقدر تتعامل معاه بطريقة غير البيس ميكر. In my head, try to avoid pacemaker as much as you can. Pacemaker is introduction of a disease. صح؟ فلو في أي حاجة تتعمل إنك ما تحطش pacemaker تعمل كده. طبعاً within the boundaries, the correct indications. Yeah. So this is a young male, SG. He's 9 years old. He's asymptomatic. His body mass index is 18. The blood pressure is 120 over 70 and his hemoglobin is 14. His ECG showed sinus bradycardia at a rate of 55 beats per minute. Normal echocardiography. Holter monitor showed an average heart rate in the 50s. خد بالك ده طفل ومش اثليت هو ولا حاجة. عنده 9 سنين. والaverage heart rate in the 50s. And the lowest heart rate is in, was 29. During sleep, highest heart rate 140, so he accelerates, yani perhaps less than normal, but he accelerates. He gets frequent pauses, but the longest pause was 5 seconds. And it occurred while he was awake and during sleep as well. He has frequent PVCs in the range of 5,000. His family was advised to have a pacemaker and he is seeking second opinion. We're raising the bars here. Put in a pacemaker. Resting ECG ما فيهوش حاجة. Resting ECG ما فيهوش حاجة والعيان asymptomatic خالص. Again, this is a real life patient. I've seen him 3 weeks ago. Pacemaker. دكتور عامل مذاكرة guidelines. لا مش كنت عاملة محاضرة. دي concept صح. طب مين ما يحطش بيس ميكر؟ اوكي طيب طب انا التكت باك وان نوتش. هو مين يظن ان ده فيسيولوجيك؟ كويس ده مش فيسيولوجيك ده ابنورمال صح كده؟ صحيح احنا ما نعرفش الابنورماليتي دي ايه ولا ليه بس هي مانيفستنج بساينس نود ديسفانكشن ومعاها بوزس وانا اي توتالي اجري ان اسيمتوماتيك بيشنت with a pause less than 6 seconds, غالباً مش هحط pacemaker. Yet, أنا قلت العيان ده يحط pacemaker. Yes, the PVCs worries me a lot. I don't know what's the relation between the PVCs and the sinus node dysfunction. But I'm always afraid that if I leave him like this, perhaps a QRS complex would get on a QT interval and start ventricular fibrillation. أنا ما بقولش إن ده classic ولا straightforward indication. بس أنا كل اللي بقوله إن ده كان الراشونال بتاعي علشان أبعت العيان ده أحط pacemaker. The PVCs. ولو كان العيان ده من غير PVCs خالص والدنيا تبدو calm غالبا كنت أصبر عليه. دكتور محمد. I think he had done an MRI and it was normal, to my understanding. طب 100% طيب هو انا طبعا اوبفيس موافق على اللي انت قلته لانه بيصب في مصلحه الارجيومنت بتاعي بس طب انا هقول لك بقى الكونتروفيرشال اسبيكت طب ما العيان الكونجنتال كومبليت هارت بلوك
اللي هو الهارت ريت بتاعه 55 فما فوق ممكن يتساب من غير حاجه. لو ال هو انا برضو مش متاكد انها بريدنج هارد انديوسد، بس هي ما ريحتنيش. يعني الكي تي بتاعت الولد ده نورمال ما فيهاش حاجه، والبي في سي ما هياش ايرلي كابلد ولا حاجه، بس it did not make me feel comfortable ان انا مشي من غير ما اقول له that my decision is a pacemaker، خصوصا ان انا مش كنتش انا اللي احط البيسميكر. ايزي ديسيجن. البي ام اي هو الماكسيمم ده بتاع الهولتر، احنا ما عملناش ماكسيمم اكسرسايز. ما عملناش اكسرسايز بقى. 140 ده ان ده الماكسيمم الهولتر في الوقت ده. يعني انت ما زلت تفوت ان العيان ده يمشي كونزرفيتيف يا محمد صح؟ يعني ان انا اقول ولا 9 سنين اتس نو 9 سنين يركب، وبعدين انا من نوع البي في سيز ما بتخضنيش. هو طبعا بس انا لا باكل بي في سيز ولا بركب في اطفال، فهو برده كنت انا يعني اقصى حاجه اقول له. طيب انا دكتور مسلمي، الجمله بتاعت ان احنا مش عارفين اللي انت صيغتها بان احنا ده كومبليت هارت بلوك، انا الحكايه دي بتترجم في دماغي اني احنا ما نعرفش البروجنوزس ولا اللونج تيرم بتاع العيان ده، بس احنا نعرف البروجنوزس واللونج تيرم بتاع الهارت بلوك. وهقول لك على عيان بس في اخر البرزنتيشن لو اصلا كان في وقت لاخر البرزنتيشن، عن عيان شبه الكومبليت هارت بلوك بس بتعمل له حاجه مختلفه تماما، بس هي هقوله لك. طيب that was a good discussion. ايه اللي انا عايز اقوله هنا؟ عايز اقول ان pacing is not recommended in patients with bradycardia related to sinus node disease that are asymptomatic او نتيجه reversible etiology. In patients with syncope cardiac pacing may be considered and that's a class 2B indication. لما يكون في recurrent syncope او asymptomatic when the pauses are more than 6 seconds. يعني ده ما ينطبقش على عيالنا ده خالص. عيالنا ده asymptomatic اصلا. فالحته الوحيده اللي اتذكرت فيها كلمه 6 seconds في الجايدلاينز هي لو asymptomatic pause اكتر من 6 seconds، بس يكون العيان بيجيله symptoms in his real life. تمام؟ يعني احد الرسائل المهمه قوي don't get fixed on the number of 6 or 8 or كذا. symptoms are very important. بوز شكلها عامل ازاي؟ هل هي بوز نتيجه ساينس ارست ولا بوز نتيجه بلوك اي في بلوك؟ لا ساينس. ساينس ارست this could be myocarditis او نوع من الاتريال فايبروزز وهو اللي عامل القصه ديت، واحنا زي ما حضرتك قلت ما نعرفش بالظبط الناتشرال بروجريشن بتاعه شكله عامل ازاي. الكومنت الثاني ريليتد للبي في سي بيردن
ودي حاجة يمكن يعني عشان احنا بنشتغل البي بي سي ففيها قسم. الكاونتر بتاع الولتر دايما بيبقى اوتوماتيك، وفي البي بي سي بيردن بالذات when my intention ان انا اخد decision في الولتر ببص دايما على الكواليتي اوف ارتفاكت، لان it's not uncommon ان frequent artifacts بالذات لو انت بتحلل وتبص على زي كده تبقى miscounted as PVCs. والحكاية دي بتزيد اكتر في الاطفال بسبب الحركة وبسبب اللعب وبسبب القصة المنظر دوت، فممكن يكون مركب الولتر وعنده artifact burden عالي ودوت مدي false high count او burden للبي بي سيز، وده اللي بيخلي ان انت تبص على البي بي سيز في التريسنج هيبيحط كاونتر بتشوفها هي فعلا early ولا ليه. فحضرتك highlighted ان الQT ما كانتش طويلة قوي، البي بي سيز ما كانتش early coupled، وان القصة تعكد. ف my argument for the sake of arguing controversy is probably wait for few weeks and repeat the whole thing. هو بقى له كده كتير، يعني السيناريو ده ما هوش اكيوت. السيناريو ده هم they are being investigated for a year والوضع stationary. عارف انت العينين اللي يقولك بمالتبل هولترز دول والوضع ثابت. انت هنا برضو في ايشو مهم جدا، ان الولد ده لو انت بتقوله ما تعملش فيس ميكرز وتوقف ومات. يعني احنا كان عندنا تجربة مريرة مع حد من زمايلنا في عين شمس. المريض بالنسبة له ما كانش فيه اي انديكيشن تبع الجايدلاينز لان هو يركب ان هي تركب اي سي دي، كانت شابة. وحتى هذا الشخص كلم دكتورة ميرفز وخد رأيها وقالت له لا ما تركبش، والبنت ماتت ومامتها كلمته بتدعي عليه بقى. يعني فبرضو انت هنا في سيتويشن، طيب انا عندي بي بي سيز وعندي البوزس المرعبة وده ولد صغير، بصراحة انا هركب عشان بس ما الولد ما يحصلوش حاجة. وبالذات انا كنت قلت برضو في المحاضرة بتاعتي ان السيك ساينس سندروم في السن الصغير ممكن يبقى لها علاقة بالتشايلنوباثيز وممكن تكون انترميتنت. مش انا ظني ان هو عنده جين بروبلم. الولد ده بالذات لا هركب له. انا عايز اسالك سؤال تاني يا احمد، البي في سي في الكونتكست ده خالص، لو انا كان عندي عيانه هي سيمتوماتيك كل حاجه وبيجي لها بي سيز ما هياش كتير قوي بس ايرلي كابل، وايرلي كابل برضو ما هياش على التوب بتاع التي ويف، لا يعني في النهايه بتاعه التي ويف، وشفتها انا وجون في العالمي وكده، فاتفقنا ان احنا نديها الاول بيتا بلوكرز قبل ما نقدم الابليشن. فايه رايك، هل فعلا احنا كده تصرفنا صح؟ وهل لو كانت البي بي سيز جايه على قمه على التوب بتاع التي ويف قليل جدا بقولك مع نهايه التي ويف، هل ده كان هيغير القرار ولا لا؟ يعني بص حضرتك ان ماي هيد اللي بتيجي بدري قوي، وبدري قوي يمكن قبل اللي حضرتك بتقولي عليها دي، يعني really like less than 300 ملي سكند coupling interval، دول I would be treating them aggressively. ولو البردن يسمح I would offer ablation. I would put not to the extent of putting an ICD unless انها بيجيلها syncope او unless ان في what looks like the initiation of short polymorphic ventricular arrhythmias I might consider. إنما لا خالص بقى PVCs بس من غير non-sustained ومن غير syncope ما حطش. non-sustained دي الكابلك انترفل صغير زي ما قلت لك very rare. لا دي مرعبة. إن هي artifacts وبعت جون على واتساب على طول قلت له دي artifacts يا جون، كان نفسي يقول لي artifacts. طب والعيانه هايلي سيمتوماتيك وخدناها، قلت له خلاص هنتناقش سوا كده، واحنا مدين لها بيتا بلوكرز فور وايل، وير الكلينيكال ريسبونس على البيتا بلوكرز؟ يعني يو مايت كونسيدر الابليشن على حسب البردن. هولتر انا لا اوت فلو سوري، احنا عملنا لها ساعتها اي سي جي ار في اوت فلو. واحنا قدمنا الحاله دي ولا لا؟ احنا ما قدمناش دي صح؟ اوكي. بحبش البيت الاول يعني. All right. Any other comments? So this 30-year-old female patient presented with exertional shortness of breath. Her BMI is 32, blood pressure is okay, hemoglobin is okay. Her ECG showed normal sinus rhythm at a rate of 65 beats per minute, normal echo. Holter monitor showed an average heart rate in the 50s.
The lowest blood pressure was 35 during expected sleep hours, and the highest heart rate was 95. There was occasional pauses. The longest pause was 1.7 seconds. She was advised to have a pacemaker. Why was she advised to have a pacemaker? Perhaps because of the low heart rates. Anyone would put a pacemaker here? No, obviously not. I had forgot to put that in. Yeah, المريضة دي المريضة دي زي ما انتوا شايفين كده الهارت ريت بتاعها كان في ال ايوه صح ان هولتر مونيتورنج ذا هارت ريت الشيء دي او يس سو ذا هايست ريت واز 90 بيتس بير مينيت ان ذا هولتر مونيتور وهي شي از كومبليننج اوف اكزرشنال دي اول لوك ذا سيم هي دي 38 so the highest heart rate was 95 that's the problem and she has exertional shortness of breath she was advised to have a pacemaker okay تمام هو الكلينيكال سيناريو ده هدفه ان احنا نهايلايت what we call chronotropic incompetence. Chronotropic incompetence هو failure of increase in the heart rate with exertion. وده common. والheart rate اللي هو طبعا احنا عارفين الايكويشن اللي احنا بنحسب بيها ايه الاوبتيمم increase in the heart rate. فobviously 95 is not an optimum increase in the heart rate. Particularly in a patient who has relatively high body mass index, probably physically unfit. فأول حاجة تستر انتباهك إن يمكن ده يكون chronotropic incompetence. ده مش معناه إن إحنا هنحط pacemaker in دلوقتي. بس the right answer is you need to exercise this lady and see whether she reads the target heart rate or not. ولو كنت حضرتك استبعدت كل الحاجات التانية يعني استبعدت hypothyroidism, anemia زي ما احنا كاتبين كده هيموجلوبينها 13 استبعدت انها عندها heart failure with preserved ejection fraction استبعدت انها عندها coronary artery disease لانها صغيرة وما عندهاش risk factors وكذا لو كل ده excluded وانت you are left only with chronotropic incompetence في exercise test symptom limited you are justified to put in a pacemaker In a patient with chronotropic incompetence who have clear symptoms with exercise, rate-responsive pacemaker should be considered, and that's a class 2A indication. بالمناسبة دكتور أحمد حضرتك وقفيني في أي وقت تحسي فيه إن أنا أوفر تايم. دكتور أحمد تفضل. General حتى لكل الأودينس موجود. How frequent do you, or to which extent do you rely on the heart rate variability indices في الأولتر to detect chronotropic incompetence? In no circumstances. on any? No. To be honest, no. To be involved in your decision-making process? The answer is no. Perhaps يعني في research studies عليها وكذا we may look into it more. بس in daily routine practice, I do not rely on it at all. ما عارفش في حد من الزملاء التانيين دكتور هيام Heart rate variability, do you depend on it in your clinical decisions in everyday practice? The one done in the Holter monitor, the routine one, the graphs. عشان تاخد clinical decision بصفة عامة. يعني in this scenario, إذا كان heart rate variability قليل, would you SDNN تحت 50? Very vague symptoms وما عندهمش حاجة غير sinus tachycardia والsinus tachycardia دي مش من السهل خالص إن هي بتستجيب للبيتا بلوكرز والإيفابرادين كان ما كانش بيبقى في عندهم heart rate variability بس هعمل لهم إيه apart من الدراج تريتمنت
اتنين من الناس دولت ستتين منهم دايت صادمي صادم كارديو وانا معي نورمال هارت وكل حاجة كل حاجة نورمال. فالحقيقة لا ببقى قلقانة بس ما باخدش اي كلينيكال ديسيجن اكوردنج تو هارت ريت فاريابيلتي. بس هو اذا ايش هي دي بقى مشكلة حاجات كتيرة زي الهارت ريت فاريابيليتي والتي اوف الترنانس وحاجات كتير تعرف انهم كويسين ومهمين وكل حاجة بس تعرفش استخدمهم ازاي لان هم بيغيروش الريكومنديشنز. هي دي القصة. صح 100%. بس الجسم مش هتغير الديسيجن بتاعك تو ويزر يا سو مستر ار تي از ا 44 يير اولد ميل هو بريزنتد وذ بالبيتيشنز اند ذا بريسينكوبي اند هيز بودي ماس اندكس از 32 بلاد بريشر از ا ليتل بيت هاي هيموجلوبين از اوكي ليتل بيت ليس ذان اوكي اي جس اي سي جي شود نورمال ساينس ريذم ات ا ريت اوف 70 بيتس بير مينيت نورمال ايكو Holter showed an average heart rate in the 70s. The lowest heart rate was 45 during expected sleep hours, and the highest was 140. He gets frequent attacks of atrial fibrillation, followed by what we call offset pauses. Offset pauses دي أظن دكتورة هي ممكن تكون وريتها الـ AF توقف وبعدين تبقى followed by a long pause. So the longest offset pause that he had was 4 seconds. And he was advised to have a pacemaker. And he is seeking second opinion. Would you put a pacemaker in? Symptomatic presentations. We're pressing code. عالج الـ AFL. Okay. صح كده. أول حاجة نعملها هو إن إحنا لو قدرنا نأفويد pacemaker نأفويد pacemaker. طب وفي الحالة دي إزاي؟ تأفويد بيسميكر عن طريق إن أنت تعالج الاتريال فيبريليشن سواء حضرتك اخترت ميديكيشنز which is probably inappropriate in this clinical scenario لأن أنت لو هتحط بيسميكر you expect these pauses to prolong more وعشان كده لو أنت بتفكر في السكة دي غالبا هتحتاج backup بيسميكر وبعدين تدي الميديكيشنز. إنما what would be reasonable إيه؟ إن أنت you do an ablation here. فالجايدلاينز نفسها بتريكومند الابروتش ده AF ablation not control of AF ablation should be considered as a strategy to avoid pacemaker in patients with AF related bradycardia or symptomatic pauses after AF cardioversion. ايه بقى الجمله الاخيره دي بقى taking into account the clinical scenario. الجمله دي اهميتها ايه؟ ان احنا جميعا نعلم ان الـ AF ablation is not an absolute get rid of this. طب قول عيان ده اكتر حاجة هتبقى مضايقة ايه؟ لو جايلكوا عيان عنده palpitations وعنده pauses that causes presyncope الـ practice بيقول هم بيشتكوا من presyncope اكتر بكتير. فعشان كده لو حضرتك عارف ان العيان ده left atrium بتاعه 5.5 وان هو persistent او بيجيله على فترات طويلة او وhypertensive وdiabetic وobese وكذا probably the AF will not completely ablation will not abolish his AF. فعشان كده the last resort might be pacemaker and medical treatment. اوكي okay? انما بقى على العكس لو ده عيان صغير في السن وعنده left atrium 3.6 وبيجي له paroxysmal AF لا ده الابليشن هو first choice. صح ما هي كلها controversial. دكتور امل هي اللي I know ان انا اللي هقوله مش study بس I know ان هو ليه evidence في different scenarios. الـ AF ablation بيعمل neurocardiac modulation والganglia ablation اللي بيحصل مع الـ AF ablation reported بالWalter studies post ablation ان بيحصل معاه increase في الـ heart rate وreduction في الـ vagal to the SA note. فeven الـ extent of pauses theoretically الـ extent of pauses duration of pauses بعد الـ ablation even if the AF recurs مش هتبقى as long as it
was before the ablation مش علشان احنا control the AF ولكن علشان احنا عملنا ganglia modification بالاري ال الثيوري 100% مظبوطة بس you never know your patient ال individual patient ده هيمشي في انه سكة هيبقى من اللي بيحصل لهم ولا ما بيحصل لهم في الاسوشيشن ما بين ال AF والسيك ساينس سندروم هي بتبقى الفترة الاولانية fibrosis فهل برضو في حاجة في الليتريتشر منشورة عن ال الابليشن في السيك ساينس سندروم of AF يعني ال long term results بتبقى كويسه ولا it should recur عشان خاطر اذا كان دي progressive fibrosis الاجابه الدقيقه ما اعتقدش بس ما اظنش ان حد ريبورتد على الانتيتي دي اللي هم سيك ساينس عندهم تاكي برادي سيبريت ستدي باوت كم ما اظنش ايوه انا عندي اثنين عيانين كونا لهم اي اف بعد ما ركبنا البيس ميكر واحد سيك ساينس والتاني اي بي بلوك اه يعني كان كل ما بيجوا في الفولو اب كانت يعني prolonged attacks وكانوا very highly symptomatic هشوف بقى بتاع الهارت بلوك انا شفته وبيسك هشوف بقى لا الهارت بلوك هشوف بقى هخلي بالي من الساين طيب احنا for the sake of time طيب يعني we will try to go faster في ال clinical scenarios okay Mr. FD is a 35 year old male presented with exertional dizziness his body mass index is 30 blood pressure was okay he has normal sinus rhythm at a rate of 65 beats per minute and a markedly prolonged PR for 100 milliseconds in a Holter monitor His average heart rate was in the 60s. He has frequent Winkeberg cycles. But what's important is the highest heart rate was 140 beats per minute and the PR shortened with exertion. And he was told that he needs a pacemaker based on his exertional dizziness. Would you advise him to have the pacemaker? Pacemaker? No pacemaker? Amen. No pacemaker ليه? لان هو الهارت ريت بتاعه لما سرع البي ار انترفال شورتن فالاكزرشنال ديزنس اللي هو بيشتكي منه مش بسبب الفيرست ديجري هارت بلوك ده بيهايلايت ان الفيرست ديجري هارت بلوك ده از ا رير انديكيشن بس ات از سام تايمز انديكيتد ان سيلكتد بيشنتس اللي مع الاكزرشن البي ار انترفال بتاعتهم مش بتتصلح وعندهم سيمبتومز ايميتينج بيس ميكر سيندروم فده اللي احنا كنا بنقوله 16 year old male presented with a stroke his body mass index is 20 and his ECG showed complete heart block he was diagnosed since birth with congenital complete heart block and he has been followed conservatively his echo showed dilated LV dimensions for age with a normal ejection fraction and his Holter showed an escape rhythm in the 50s the lowest was 40 and the highest was 90 And his family was advised to have a pacemaker and they are seeking second opinion. Pacemaker? No pacemaker? طب, no pacemaker, ليه no pacemaker? Oh. ده الكلينيكال سيناريو زي ما حصل بالظبط لا يعني 6 و4 حاجه كده طبعا يركب طب انا هقول لحضراتكم الجايد لاينز بتقول ايه وبعدين اقول لكم عملت ايه وليه طيب في البيشنت اللي عنده كومبليت هارت بلوك دي الانديكيشنز بتاعه البيسك سيمبتومز لونج بوزز برود كيو ار اس برولونجد كي تي كومبلكس فنتريكولار اكتوبي الداي تايم مش الافرج الداي تايم هارت ريت اقل من 50 الشاب ده ما كانش عنده ولا واحده من الحاجات دي انا ركبت بيس ميكر ركبت بيس ميكر ليه عشان انا اعتبرت الستروك سيمبتومز
وانا ما عنديش حاجه تانية تفسر ستروك في شاب عنده 16 سنه. ما اظنش بس مش فاكر. انما انا اعتبرت ان الباثولوجي البريديكارديك باثولوجي ده هو اللي مسؤول عن الديتيريشن الدايليشن بتاع الفنتريكل، وبالتالي ممكن يكون مسؤول عن الدايليشن بتاع الاتريوم والستاجنيشن وكذا، اند اي بوت هنا بيس ميكر. انما الكلينيكال سيناريو ده لو انت مشيت يعني بالجايد لاينز ما نركبش بيس ميكر. هو مين كام واحد بيمشي بالجايد لاينز بالظبط في الاوضه؟ طب مين ما بيمشيش؟ هو السؤال ده حمال اوجه. هو طبعا الجايد لاينز از جاست جايد لاينز. يعني لو انت حضرتك حاولت تلاقي لكل عيان عندك في العياده سطر في الجايد لاينز تمشي عليه، انت حضرتك عمرك ما هتشتغل. فهو احنا لازم نكون فاهمين ان دي العلامات المضيئه الواسعه، انما your clinical expertise is indispensable. عشان كده في وجهه نظري الارتفيشال انتليجنس ده عمره ما يستبدلنا، فما تلاقوش. انا هقول اخر سيناريو علشان الوقت بقى للاسف، الفاسيكولر مش هنلحق والريفلكس مش هنلحق. انا عايز اوريكم ده، بس ده انا حاطه تحت عنوان ميسيلينياس. This is a 23 year old girl with presyncope and she came with this and she was advised to have a pacemaker and she's seeking second opinion. Would you put in a pacemaker? Huh? Shrewd observation, as always. هو هي دي فعلا blocked atrial by Gemini. حاجة نكت. يعني شايفين الـ T-wave هنا peaked ازاي؟ شايفين الـ T-wave هنا peaked ازاي؟ This is not normal. There is a P-wave hidden here. عشان كده عاملة زي functional 2-to-1 heart block. طب تعرفها منين؟ تعرفها؟ لما تعملها هولتر او تجريها او whatever هتلاقي ايه؟ هتلاقي الابيسودز بتاعت الاتريال تاكيكارديا بتظهر لك، وهتلاقي في اتريال بريماتيورز. انا مش عارف في الستريب ده ولا لا، يعني حاجه زي كده. هو اللي بيحصل انها البي ويف بتيجي مور بريماتيور عن ديفالت بلوك في الايفي نود، فتعرفها من كده ان في اسوشيشن بينها وما بين اتريال بريماتيورز واتريال تاكيكارديا. فاكيد يعني ما فيش تو باثولوجي، دونت تند تو دايجنوز تو باثولوجيز ان ا سنجل بيشنت. اوكي I guess كفايه كده. انا بس كنت عايز اقول لدكتور مسلمي عن العيان ده. بصوا دكتور مسلمي ده عيان عنده 50 سنه، انا مش هقول حاله كامله ولا حاجه. اثليت جاله اي في بلوك من 20 سنه بعد ابليشن، وبعدين فضل ماشي كونزرفاتيف 20 سنه، وبعدين جالي بيقول لي نركب بيس ميكر ولا ما نركبش بيس ميكر؟ تعمل فيه ايه ده بقى؟ راجل اسيمتوماتيك رياضي مش كونجينيتال، ده بعد ابليشن. يعني كان ماشي كويس، يعني عندي مثلا 3 4 عيانين كده ماشي سوبر هيسن واسكيب ريزم كويس وماشي بقاله سنين. هو ده؟ لا مش قريب، ده عيان انا 20 سنه عام. كوناه من ليفت سايد لانه كان صعب جدا، وجاله ساكن دجري هارت بلوك، وبعد كده ساكن دجري هارت بلوك يعني لما رحت بقى تاني مره المستشفى هو طمريض، سالت عليه فقالوا لي ان هو جالك وانت قلت له برضه نفس الحكايه، احنا حد ده ماشي زي الفل، مفيش اي حاجه، ده ماشي زي الفل. لا ما اظنش، ما طب خلينا في ده بقى، ده من 20 سنة أنا ما كنتش أصلا موجود. تعملوا إيه بقى؟ لا هو زي الفل وبيلعب كيك بوكسينج، بيلعب كيك بوكسينج وكان بطل مصر، بس مش هقول في رياضة إيه عشان كذا، و ريكو نورمال بيسرع ل 90 العادي يعني. انا سبته في حاله، هو جالي من 3 سنين سبته في حاله كويس. ده بالجايد لاينز ايه وضعه بالجايد لاينز ده؟ يركب على طول من غير تفاهم. طب امال انا سبته ليه؟ هم اللي بيركبوا ليه؟ لانه ما يعرفوش الناتشرال هيستوري، صح؟
لان احنا ما نعرفش بعد 5 سنين اللي عندها هيجرى له ايه بالبوست اوبراتيف الكونجنت اللي احنا عارفين. انما ده بقى جالي بعد ما الناتشرال هيستوري بتاعه خلص صح، فانا كان الديسيجن بتاعي ان انا مش هركب هسيبه وسبته 3 سنين على الوضع ده. وبعدين كان عندها الهولتر بتاعه يعني تقريبا نورمال صح، بي في سي 16 ايزوليتد بي في سي، ده الهولتر بتاعه بعد يعني من حوالي شهرين بقى. ايه اللي ابتدى يظهر؟ بي في سي ايزوليتد بي في سي بقت حوالي 9000 واحده وشكلها عامل كده، ما هياش شورت كابل ده قوي برضو يعني ايرلي بس التي ويف خلصانه اهي. ها كان ابتدى يبقى سيمتوماتيك بقى، كان ابتدى يبقى سيمتوماتيك ايه؟ بالهارت بلوك؟ لا خالص، بالبي في سي. انا بقى عملت الماث في دماغي وقررت اقول له المره دي بيس ميكر بيزد على حاجتين الاثنين مور سوفت عن ايتش اذر. اول حاجه البي في سيز وخوفي المرضي من البي في سيز بالذات في السيتنج بتاع البراديكارديا على الرغم من انها مش شورت كابل ولا حاجه. وتاني حاجه ان انا فكرت في اللي دكتوره هيام قالته، العيان ده لو مات بكرونري ارتري ديزيز دلوقتي ميديكلي جلي ار وي لايبل اور نوت؟ وي ار لايبل لان ده بوست ابليشن كومبليت هارت بلوك انديكيتد فور بيسنج اس بير ذا جايد لاينز صح. فدو ذا ماث اند ذن كم اب وذ ذا ديسيجن. ثانك يو، سوري فور بينج ليت.